سامر؟ ايه سامر. ايه تفضل تفضل. شو رايك مستغرب في شيء ما؟ لا ما في شيء بس زهدي واقع وانجرحت رجلي. لا. مرحبا شباب. اهلين سامر. بخير زهدي؟ ان شاء الله مو غمي؟ لا 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 مو غمي. لا يا سيدي غمي، غمي هيك كمان. لو انه غمي هيك كان وصل للعظم. ليش بيقول لك الوجع اللي عم يوجعني مو وجع عظم؟ هلا صار الجرح للعظم لك زهدي؟ انه ما شفناه يعني؟ واذا شفتوه بس عم يوجعني. اخذتوه على المستشفى؟ طبعا. وكيف وقع؟ تفركش بحجر وقع فاتت الحديده برجله. تقول حدا حاطط له اياها قصدا؟ بسيطه ولو زهدي، هذا يمكن لانه الجرح باوله. لك اخي باوله ولا باخره؟ حاس حالي بدي استراحه طويله، يا شهر يا شهرين يا ثلاثه. بابا تزوج وصار له شهرين ونص. يعني بعد ما طلقني بقال من شهر. ماما ماما افتحي الباب الله يخليكي. طيب يا عصام طيب. ماما شبك محمود في شيء؟ لا ما في شيء. عم فكر بهالدنيا. ليش الدنيا تعبتك؟ الدنيا مو تعبتني، الناس اللي تعبيني. ابو نزار انا بدي اسالك سؤال بس ما تعصب علي. ما اعصب؟ والله معك حق، صاير انا مثل المجانين، احيانا بعصب واحيانا بهدى. خلص بوعدك انه ما اعصب، بس لا تحكي هيك واقفه فوق راسي، عادي واسالي اللي بدك اياه. هات ابو نزار، انت حكيت مع اخوك ابو بسام مشان شامل وباسمه؟ ليش عم تسالي؟ شامل حكى لك شيء؟ المسكين حاسس انه انت شفت اخوك ابو بسام بس ما وافق يصاهره. يا ستي هالولد ذكي كثير الله يحميه. شو يعني؟ يعني احساسه بمحله. قديش سالم بيحبني وبحسب لي حساب، مع ذلك وقف بوشي مثل الحيط. شو بدي اعمل؟ بنته مو بنتي. طيب ليش؟ ليش؟ بنته مع ليسانس موظفة وعندها مكتب 10 متر ب10 متر وما بدها يجوزها لواحد جرسون. اوعك تقولي له هالحكي. هلا شامل جرسون؟ لك يا رب عارف هو هيك شايفه لأنه أعمى قلب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن المشكلة إنه لما حكاني شامل دقيت له على صدري قلت له خلص عندي بيوم أخي صغير بفشلني. إيه أنت الحق عليك، ما بيصير تدق على صدرك لحدا من دون ما تكون متأكد. بالله خلصينا هلأ، خلصتي الكتاب اللي كنتي عم تقريه؟ لا. إيه روحي خلصيه.